يلا يا ماما بقى. ايه ده مش عاوزه؟ طب دقي بس. لا عشان انت ما اكلتيش حاجه النهارده. طب خدي بس. طب بصي تاكلي ده وافتح لك التلفزيون. لا ليه؟ كل ده هفتح لك التلفزيون. لا يلا يا ماما انت ما اكلتيش حاجه خالص من الصبح. يلا انتي مين؟ انا رنا. انتي نسيتيني ولا ايه؟ يلا يلا يا ماما بقى. شاطره. انا هفتح لك التلفزيون ماشي؟ مش انتي بتحبي قناه الكرتون؟ عادي. طب بصي كلي واحده كمان عشان خاطر العلاج بتاعك يا ماما. طب بصي يا ماما بصي هقول لك على حاجه. مش انتي بتحبي الكرتون؟ انا هفتح لك الكرتون وهديكي العلاج وتاكلي ده. لا لا يا ماما انت لازم تاكلي يا ماما عشان خاطر العلاج. العلاج تقيل. ليه بقى؟ اهدي. معلش معلش. طب اهدي خلاص مش عايزه الاكل. بلاش بلاش. انت مين؟ انت مين؟ طب خلاص مش مهم. بلاش بلاش تاكلي. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. الست انت لسه هنا؟ ايه يا دعاء؟ هتروح فين يعني يا دعاء؟ وايه اللي تروح فين يا رنا؟ اقعدي بس ده بيت ابنها. ايه يا ماما؟ خشي يا دعاء. ايه؟ دي دعاء صاحبتي. ايه يا ماما عايزه ايه؟ بصي بقى احنا نكمله بقى ايه؟ عشان دعاء هتخليكي تاكلي. يلا بقى والنبي اعملي لها اي حاجه عشان تاكل. اعمل ايه يا بنتي؟ انت اتهبلتي ولا ايه يا رندا؟ انت متخلفه؟ مين دي؟ مين دي؟ انا صاحبتها يا حاجه. يا دعاء انا بقول لك. وانت ازاي اصلا قبل ان انت تقعدي معاها بالطريقه دي؟ انت صعبه قوي وكمان بتتحايلي عليها تاكل. ما تاكلي يا حاجه وتخلصينا. خلصي يا رندا انا عندي ميعاد. بالراحه يا دعاء بالراحه. انا واخده ميعاد الشرطه بيقفل الساعه 7 يا رندا والساعه 3. بصي يا دعاء خافت منك ازاي؟ خافت من ايه؟ بعبع قدامك؟ دعاء انا مش هينفع اروح معاكي. هروح معاكي ازاي واسيبها لوحدها؟ لا يا اختي دوشه. معلش يا ماما معلش. ايه ده يا دوشه؟ ده انت قاعده دي ازاي؟ ايه يا دعاء انت ما كنتيش كده في ايه؟ ماما عاجبك كده يا دعاء؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ يا دعاء خافت منك خافت منك. يا عيني يا عيني. ايه يا دعاء انت رندا خلصينا يا رندا. وايه بعدين انت قاعده ماما ازاي كده يعني؟ انت بتاكليها وبتشربيها بتشربيها وبتغسليها. طب بالله عليك ايه القرف ده؟ طب معلش يا دعاء انت مستحمله كده ازاي؟ معلش يا دعاء عشان مشاكلها عملت على نفسها. تعالي انا وانت بس. بقول لك ايه خلصينا. ده شكلها اصلا شخصيه كهينه. ايه اللي هي بتهببه ده؟ ايه ده؟ عادي كبرت كبرت يا ماما لازم نراعيها. كبرت. ولما انت تراعيها سنك ده هيروح فين؟ انت لسه صغيره. ما انا لما راعيها هلاقي اللي يراعيني يا دعاء. ما بدل ما اترمى. ما انا انت شايفه ما عنديش الا ولد. مين هيشيلني يا دعاء؟ ما انا لازم ابقى كده. مصير مرات ابني هتشيلني. مرات ابنك؟ ايوه. ليه ان شاء الله؟ امال مين هيشيلني يا دعاء؟ بقول لك يا رندا ما تعشليش الدور الكوني ده عشان انا ما بحبكيش وانت بتعملي كده. مش لاقي عليكي يا صاحبتي. مش لاقي عليكي. ما ينفعش يا دعاء. يا ربي دعاء انا تعبت. ها الجو حر. بصي الجو حر مش قادره. طب انا هقول لك على حاجه. قولي. روحي انت النهارده وسيبيني انا النهارده. نعم يا اختي. والفلوس اللي انا حاجزه لك بيها. بصي يا دعاء طب بقول لك على حاجه. اعملي بقى ايه انت معروف وتعالي بس معايا بس 5 دقائق. امشي. 5 دقائق. امشي. اجي معاكي فين يا ماما؟ هنشيلوها بس وندخلوها الحمام. لا يا حبيبتي القرف ده انا ما بعملهوش. قرف ايه يا دعاء؟ لا انا ماليش دعوه. ده انا حماتي قعدت عندي اسبوع اسبوع. قلت لها بيت بنتك اولى بيكي. ايه ده يا دعاء انا مش مصدقاك. انت ما كنتيش كده. معلش بقيت كده. كل واحد وليه طريقته. ما حماتي دلوقتي اخت جوزي بعدين. لا يا دعاء مش لا عارفه لا. ايه انا مش معاكي. انا مش معاكي خالص. لا يعني انت دلوقتي انت الموضوع بالنسبه لك يا بنتي. لا زي اصلا طيب في حد طالعه منها دي حبيبتي. ما حبيبتي مثلنا هنتحط في الموقف ده. لازم هنتحط في الموقف ده. ليه يا اختي بعد الشر؟ خايفه منك ازاي يا دعاء؟ بعد الشر يا اختي. القرف ده يا بنتي. ما تقعديش تقولي القرف. الحقي الحقي انت بتعملي على الارض. بتعمل على الارض يا رندا. معلش انا هنضف مكانها. كتك القرف عليكي وعلى حماتك في ساعه واحده. يا دعاء حرام عليكي يا دعاء. انت في ايه يا دعاء؟ وايه اللي حرام عليا يا رندا؟ لا انت تعملي كده في حماتك. انا حماتي قعدت عندي اسبوع ومشيتها طبعا.
وصعبيتها ولا ايه؟ مشيتيها طبعا. اه طبعا. وجايه مبسوطه قوي. ده اسبوع ده كتير جدا عليها. اه هي اخرها تيجي تتغدى وتمشي، انما اسبوع قاعده انا اللي ماكله ومشربه وغاسله وعامله. لا طبعا. لا عندك حق. انت جايه بقى بتقويني على حماتي صح؟ لا مش بقويك. يعني انت جايه عايزه تخربي بيتي من الاخر كده قولي. يعني انا جايه اخرجك تقولي لي اخرب بيتك؟ تخرجيني مين؟ تخرجيني مين؟ بقول لك الست تعبانه وبتعمل على نفسها، هيجي لي نفس اخش والبس وانزل معاكي ازاي؟ دعاء انت قادره ازاي تقعدي في القرف ده؟ جاتك القرف. انا مقرفه يا دعاء، انا مقرفه. يلا دعاء يلا دعاء يلا. ايه ده انت بتكروشيني؟ يلا يا حبيبتي. بتكروشيني عشان خاطر حماتك؟ يلا يا حبيبتي. اه يلا يلا اخد موبايل. يلا يلا. جاتك القرف عليكي وعلى حماتك، ده انتوا شكلكم عيله معفنه. تخربي بيتي. انا ناقصاكي قرف. ماما هشوف الست. ايه يا ماما؟ قومي قومي. انت قاعده كده ليه؟ عادي. إلا ما عادك كده خايفة؟ معلش تيجي ناكله بقى؟ طب بصي تعالي كده استندي عليا عشان نخش الحمام ماشي؟ يلا. ايه غيرتي؟ قولي لي بقى عايزه تاكلي ايه؟ بولا؟ استنى ماشي اهي مش مشكله ولا يهمك. قولي لي بقى عايزه تاكلي ايه؟ هعمل لك غدا ايه النهارده؟ عايزه تاكلي ايه؟ اللي انت هتاكلي منه. لا انا عايزك انت تطلبي. معرفش. شوفي انت نفسك في ايه طيب؟ كنت بحاجة. ماشي هعملي كده انت عايزة كله. يلا سيبك تنامي. يلا نامي. استني. اقعدي كده. يلا.